في وسط كلامنا عن الأزمة الاقتصادية العالمية وعن الظروف العصيبة اللي بيمر بيها العالم في ظل يعني الحرب على كورونا، يعني كورونا قعدنا إحنا كعالم كله يعني نحارب فيها أكتر من سنتين، لكن شبح كورونا بيعود من جديد ويخيم على الأجواء. وبنلاحظ كمان الفترة اللي فاتت كان في شوية زيادة في معدلات الإصابة بكورونا، كلنا حتى حسيناها على مستوى اللي احنا موجودين. صحيح انه ما بقتش الحالات بشكل كبير ولكنها موجودة. احنا تعودنا وبقينا عارفين ان في موجة في الصيف كورونا وفي موجة في الشتاء كورونا، وكل شوية يعني بيحصل متحور وتابعنا هذا المتحور وما بقاش ده يعني أزمة. لكن كمان لازم نرجع لما بيحصل ده اللي احنا بننساه بقى كلنا، خلينا متفقين احنا بننسى كل الإجراءات وبننسى نعمل ايه، وعلى الأقل في الأماكن المقفولة في الحاجات نفضل برضو ملتزمين تاني بالظروف عشان صحتنا وصحة أهالينا وصحة الناس اللي معانا، يعني نفضل واخدين بالنا من الإجراءات الاحترازية. امبارح دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم، خط كده جميع دول العالم، للعودة إلى ارتداء الكمامة. في ناس هتقول تاني كمامة؟ أيوة، وده بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لأنه طبعا في مؤشر بيبين أن الحالات بتزيد. الكلام ده طبعا لأنه التزايد في الإصابات أكيد كلنا لازم ناخد بالنا، وده على فكرة بيزيد الأعباء على الحكومات وعلى الدول، لأنه بيبقى مزيد من التأمين، مزيد من الإجراءات، التطعيم تاني والحاجات دي. خلينا ناخد مزيد من الاستفسار وأيضا المعلومات مع دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا شفي، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. يا رب. هنرجع نلبس الكمامة؟ يعني خليني أخذ من كلام حقيقي اللي قلتيه، لأنه إحنا لما بدأت الجائحة قبل سنتين كان في عندنا ارتفاع في معدلات الإصابات، والنهاردة العالم بيشهد أيضا ارتفاع في معدلات الإصابات. بس الفارق ما بين من سنتين إنه إحنا ما كانش عندنا معلومات كافية عن المرض ولا عن طرق علاجه ولا عن طرق الوقاية منه، وبالتالي كان هناك الكثير من الاجتهادات. النهاردة بعد سنتين بقى عندنا أدوية واضحة جدا تم الموافقة عليها للتعامل، ما بقى عندنا وسائل لمنع انتشار المرض واضحة جدا وأثبتت نجاحا، وبالتالي المفروض أن قدرتنا على التعامل مع الانتشار الوبائي النهاردة بعد سنتين هي أكثر نجاحا وأكثر قدرة من خلال واحد واثنين وثلاثة التطعيمات التي أثبتت نجاح شديد جدا في منع شدة المرض، تقليل التحور، تقليل معدلات الوفيات، تقليل معدلات الحجز في المستشفيات. والحمد لله من حيث الثلاث حاجات دي احنا الوضع الوبائي عندنا مستقر جدا. تبقى القضية ان احنا نصيحتنا لكل الناس، اللي ما طعمش يطعم، اللي طعم جرعة واحدة وتكاثر عن الجرعة الثانية ياخد الجرعة الثانية، اللي خد الجرعة الثانية ومضى عليه ستة اشهر وكان اقل من 60 سنة وما عندوش امراض مزمنة ياخد الجرعة التنشيطية، اللي كان عنده سنه اكبر من 60 سنه او عنده اي نوع من الامراض المزمنه او امراض نقص المناعه بعد 3 شهور ياخذ الجرعه التنشيطيه. احنا لا نتكلم لا عن ثالثه ولا عن رابعه ولا عن خمسه، احنا بنتكلم على جرعه تنشيطيه في متوسط 6 اشهر، لانه ثبت انه المناعه المكتسبه من اللقاح او المناعه حتى المكتسبه من الاصابه السابقه بالمرض بتبدا تضعف في فتره من 6 ل 8 اشهر. طيب، بالإضافة إلى اللي حضرتك قلتي وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية زي الكمامة في الأماكن المغلقة، زي التوعوية في التجمعات، في الازدحام، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، والتهوية الجيدة، والتغذية الجيدة أيضا. طيب الجرعة التنشيطية دي يعني هل هي إحنا نتوجه ولا هتبقى بنفس النظام المتبع من وزارة الصحة إنها هترسل رسالة بعد آخر تطعيم؟ لا إحنا بقالنا فترة يعني تزيد عن الشهرين، النهاردة فاتحين كل مراكز تلقي اللقاحات. صحيح. لأي حد عايز يروح بيسجل وبياخد اللقاح على طول وهو واقف، ده بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب اللي شغاله في اكثر من 8 محافظات. احنا بنتحرك للناس لانه زي ما كده يعني الجائحه الان هي جائحه غير المطعمين. اما المطعمين فهم بامان اكبر كثيرا من دخول المستشفيات ومن شده المرض ومن
الوفاة لا قدر طيب، الله. وده برضو انا هرجع اكد عليه، حضرتك بتقول انه الجائحه متزايده بالنسبه لغير المطعمين اللي هم لم يحصلوا على التطعيم، فدي النصيحه ان هم علشان ما يبقاش في يعني يحصل اي مضاعفات من اي نوع بالنسبه لهم يعني. بالضبط، يعني هي نحن الان نتحدث عن شده المرضى او الاحتياج لدخول المستشفيات، أكيد الاحتياج لدخول العنايه المركزه، لاجهزه التنفس الصناعي، كل ده يمكن تجنبه من أيوه، خلال التطعيم. تقليل المضاعفات. طيب يا رب ربنا يسلمنا ونلتزم أحسن بالإجراءات ونبقى في الالتزام حتى لا يكون هناك تزايد لأي موجة. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.